من سبب أكثر من شهر العدوان الغاشم الإسرائيلي على لبنان. من فترة الجمعة وأكثر شوي كمان توسع نطاق الضرب لوصل القرى الشمالية من بيناتها بيعتنا بنية الهرمل، فاضطرينا نحمي حالنا ونحمي أولادنا وننزح على بلدنا التاني سوريا. فكان الأفضل نحن نبعد لحتى نسمح للأشخاص القائمين على الموضوع اللي هن بيقدروا يدافعوا عن البلد وعن الضياع وعن القرى الجنوبية والحدودية والداخلية كمان. هلا بالمبدأ أكيد هذا الشيء بيأثر نفسيا ومعنويا واقتصاديا، لأن هذا الشيء إنه إنسان بيكون على روتين معين وفجأة بتنقلب حياته 180 درجة، إنه بيكون عندك نظام عملك، بيئتك، معارفك، أشخاصك، الأوقات المعتاد عليها في حياتك اليومية، وفجأة بيجمد كل شيء بحياتك، بيصير اسمك من مواطن للاجئ. هلا الحمد لله هون الإخوان السوريين، أنا اسمح لي أتقدم بالشكر بشكل عام أو بشكل خاص لسيادة الرئيس بشار اللي فتح البلاد، يعني عوضتنا نحن الطريقة اللي جينا فيها على سوريا. ثابت امبارح بوقت الظهر كنا على المعبر الحدودي بمنطقة مطربة بالمنطقة الشمالية للبنان، الحدود الشمالية ريف القصير. فنحن عم نختم عند الهجرة والجوازات، بينزل صاروخ بدمر كل السيارات، فلا ضل معنا أوراق ولا ضل معنا هويات ولا ضل معنا شيء. الحمد لله يعني سياراتنا يمكن كسرت من برا بس ظلت ماشية. فكانت وجهتنا هي الشام، فكانت لما وصلتنا على الشام ثار اللي مدوا الأيادي البيضاء ليساعدونا. الحمد لله حاسين حالنا نحن قاعدين ببيتنا، مش مقصرين الشباب بأي شيء. هذا الشيء طبعا بفضل الله، بفضل الاخوان السوريين اللي فتحوا هالبلاد وهالبيوت والفنادق وغيره للناسحين اللبنانيه على سوريا. هلا بالوقت الحالي بصراحه لا، نحن عم نراقب الاخبار عن بعيد، بندعي للشباب الله يحميهم وللدوله اللبنانيه كمان تقوم بواجبها مع الشعب اللبناني وللجيش اللبناني ان شاء الله بسند المقاومه. صار علي العيشه نفسها، يعني كنا بحال وصلنا بحال، قله الغذاء والسهر وعدم المنامه والغربة برا بيت الواحد، الواحد خايف على مستقبله، مش عارف البلد لوين رايح، مش عارف بده يضربوا ما بدهم يضربوا، بدهم يوقفوا حرب، بدهم مش يوقفوا حرب، يعني الواحد متردد، إني مترددين وإحنا مترددين، الشعب كله متردد، في إذا هديت الحرب إن شاء الله بنرجع، تيوقف الحرب. قررت لبنان بسبب طبعاً من الخوف، خوف وضرب فأمن لك يلا يلا يلا، طيران وحال ودنيا. يعني شو بديك بدنا نهرب مشي علشان نوريك من الخوف، وبلادنا كلها راحت وتزعزعت وسوت، بيوتنا انهدت، شو بدنا نضلنا نسوي؟ شو بدنا والله يعني مستقبلي ما بقول الا الله يهدي البيت، يعني الواحد بتوقع كل شيء بس ما بقول الا الله يهدي بيتنا، نامل بالله وما فيش قدامنا الا نصبر والله يهدي البيت ويبعد اسرائيل عننا وعنكم وعن جميع اللبنانيين، شو بدنا نعمل؟ طبعا اذا وقف اذا بدنا يضلوا يعملوا هاي، شو بدنا نروح نعاود نهرب؟ بدنا نضل نعمل اجيال، بس يقولوا لنا انه وقفوا واصطلحوا ومش الحال، شو فينا صرنا راكد نمشي، شو بدنا نعمل؟